مرحبا بكم متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس من الرياض. روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع القرار الياباني الذي ينص على تمديد تقني لمدة شهر واحد لمهمة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا. الحزب الحاكم في زيمبابوي يدعو موغابي إلى الاستقالة. في أخبارنا المنوعة، نجاح العلماء في إجراء عملية زراعة رأس على جثة وهم على استعداد لتنفيذ العملية على شخص حي. حريق يلتهم مبنى سكني مكون من عدة طوابق في مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك الأمريكية. أبل تطلق تحديثا تعالج فيه المشاكل في عمل الشاشة التي عانى منها مستخدمو هواتف آيفون 10.